احتفلت الكنائس في الأردن باستقبال شعلة النور المقدس القادمة من كنيسة القيامة بحضور كنسي وشعبي واسع، كما تم أيضا إرسال الشعلة إلى الكنائس في لبنان عبر مطار الملكة علياء الدولي. المزيد في التقرير التالي. احتفل في كنيسة القيامة بيوم سبت النور وفيض النور المقدس من قبر السيد المسيح، حيث تتبارك به جموع المؤمنين ويتم إرساله إلى مختلف الكنائس في العديد من دول العالم. وفي الأردن وعبر جسر الملك حسين استقبل سيادة المتروبوليت فينيدكتوس متروبوليت فيلادلفيا شعلة النور المقدس، وتوجه سيادته حاملا الشعلة إلى كاتدرائية البشارة للروم الأرثوذكس في منطقة العبدلي، وكان في استقبال الموكب جموع غفيرة من المؤمنين وسط مشاركة من مجموعات كشفية وفرق شبيبات مختلفة وجوقات ترانيم. وبعد الاحتفال الشعبي ونيل بركة النور المقدس، انطلق موكب كنسي يترأسه المتروبوليت فينيدكتوس متروبوليت فيلادلفيا، يرافقه لفيف من الأباء الكهنة إلى مطار الملكة علياء الدولي بحضور السفيرة اللبنانية لدى الأردن تريسي شمعون وجوقة كنيسة دخول السيد إلى الهيكل للروم الأرثوذكس، حيث كان في استقبال الموكب وفد رسمي قادم من لبنان يترأسه الأب نكتاريوس خير الله. نطلب من أجل المسيح العبادة الأرثوذكسيين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. وقبل وداع الوفد إلى لبنان هنأ سيادة المتروبوليت فينيدكتوس الجميع بعيد القيامة مشيدا بالمحبة التي تجمعنا والتي تجسدت على الصليب، حيث فدانا السيد المسيح من أجل خلاص البشرية. ومن جهته عبر الأب نكتاريوس خير الله عن فرحته باستلام شعلة النور المقدس ونقلها إلى بيروت، شاكرا الأردن شعبا وقيادة وكافة الأجهزة الأمنية على كل الجهود التي بذلت لإيصال الشعلة المقدسة إلى المؤمنين في بيروت. نحن طبعا بنعتبر أنه هيدي نعمة نحن نعجز عن وصفها أكيد، وهي للتجديد، وهي هيك مثل كأنه ومضى من عند ربنا تقلنا أنه أنا معكم بهالشكل حتى البسيط اللي هو طبعا لا شيء قدام قيامته. بقى نشكر الله، هي للتعزية وهي للبركة، ومنقول الله يديم نعمة. هيدا نهار احتفال، نهار شرف كبير أنه يكون فيها الوحدة بين البلدين المحبوبين الأردن ولبنان، وأن النور كمان يمثل هالوحدة وهالمحبة. يا رب سيدنا ورئيس كهنتنا إلى أعوام عديدة، يا سيد إلى أعوام عديدة.